الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا صلوا عليه وسلموا تسليما. أدم الصلاة على النبي محمد، أدم الصلاة على النبي محمد، فقبولها حتما بدون تردد. أعمالنا بين القبول وردها، إلا الصلاة على النبي محمد. سادتي كل مكرمة تؤول إليكم، كل مكرمة تؤول إذا ما قيل جدكم تعيش إليكم، كل مكرمة تؤول إذا ما قيل جدكم وفيكم كل منقبة تجول إذا ما قيل أمكم البتول فلا يبقى لمادحكم كلام إذا تم الكلام فما أقول. لآل محمد، لآل محمد أصبحت عبدا، لآل محمد أصبحت عبدا، وآل محمد خير البرية، أناس حل فيهم كل خير، مواريث النبوة والوصية. سادتي مطهرون نقيات ثيابهم، مطهرون نقيات ثيابهم،
تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. من لم يكن علويا حين تنسبه فما له في قديم الدهر مفتخر. والله لما برى خلقا وأتقنه صفاكم واصطفاكم أيها البشر، فأنتم الملأ الأعلى وعندكم علم الكتاب وما جاءت به السور. يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. ليس من قال باللسان مطيع، إنما الطوع من وفى بالولاء. إذا اضطربت حياتك بالرزايا، إذا اضطربت حياتك بالرزايا ولم تجد الطريق إلى الوصول، فما لك غير أهل البيت حل. فعجل بالصلاة على الرسول. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومنيف خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. طيب وأفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. نبارك لكم أيها الأحبة هذه الليالي والأيام التي تطالعنا فيها مجموعة من المناسبات السعيدة على قلوب المؤمنين. إنها مناسبات اهتم بها القرآن الكريم قبل أن يهتم بها أرباب السير والتاريخ،
إنها مناسبات اكتسبت أهميتها من خلال رصد القرآن الكريم إليها. أنت كيف تكتشف القضية أنها مهمة أو غير مهمة؟ تكتشفها من خلال اهتمام القرآن بها. إذا شفت القرآن الكريم اهتم بهذه المناسبة ورصدها وخصص إليها مساحة في الذكر واهتم بها، دل ذلك على أهمية هذه المناسبة والقضية. وإلا القرآن لا يأتيه الباطل، القرآن لا توجد فيه آية وجودها عبثي، وجودها زائد عن اللزوم. لا، ما فيه ترف فكري، ما فيه ترف لفظي، ما فيه ترف أدبي، بل كل ما فيه يعد إعجازا وعلما ومعرفة وأهمية وضرورة. وهذا طبيعة الدستور. أي دستور أيها الأحبة في العالم، كائنا ما كان هذا النظام الذي يضع هذا الدستور، عادة الدساتير تكون مهتمة باقتضاب الفكرة واقتضاب المعلومة والاهتمام برصانة اللفظ. ما في زيادة في الكلام، يختصر. شوف يجيك على هيئة نقاط، النقطة الأولى، النقطة الثانية، البند الأول، البند الثاني، ما يوضع فيه أشياء زائدة. لماذا؟ لأنه دستور، منهاج، منه تتفرع مناهج، منه تتفرع قضايا، منه تتفرع أمور مهمة. القرآن الكريم هكذا، ولا تشبيه. القرآن الكريم ما فيه شيء زائد، القرآن الكريم ما يأتيك بقضية على نحو التسلي والاستفادة لأن تقص هذه القصة على أطفال قبل أن يناموا، لا، مو هالشكل. القرآن الكريم لا يذكر قضية إلا لأهميتها وأهمية موقعها، وكل آية في القرآن الكريم فيها ما فيها من الدروس والمواعظ. وهذا القرآن هالشكل، وإلا ما صار قرآن ولا صار دستور يعتمده المسلمون منذ 1400 سنة إلى يومك هذا. هذه المناسبات التي تتزاحم في هذه الليلة وليلة الغد، إنما ذكرها القرآن الكريم ورصدها وضبطها حتى تكون شاهدة على قضايا تترتب عليها. من هنا نريد الحديث في نقطتين. النقطة الأولى حول هذه المناسبات، ملخص شنو هالمناسبات الثلاث. النقطة الثانية حول الآثار والفوائد والمردود الذي يستفاد من هذه القضايا. أولاً القضية الأولى، الحادثة الأولى، المنقبة الأولى من مناقب أهل البيت، تصدق أمير المؤمنين بخاتمه الشريف. يذكر القضية إلينا أبو ذر الغفاري، يقول: من حضر، كنا في مكة المكرمة إذ بعبد الله بن العباس قد وقف خطيبا في الناس يوضح إليهم بعض القضايا وبعض الأمور وبعض أحاديث النبي صلى الله عليه وآله، وإذا برجل قد انبرى بين الناس، قال: أيها الناس اسمعوا لي، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي، أنا جندب بن جناد. معروف أبو ذر الغفاري: لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأذني هاتين وإلا صمتا قوله في علي سلام الله عليه: علي قاتل الكفر، علي قائد البرر، علي يعسوب الدين، علي الصديق الأكبر، علي فاروق هذه الأمة. وصار يعدد فضائل أمير المؤمنين إلى أن مر بهذه القضية وسبب نزولها. يقول: في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد صلى بالمسلمين في المسجد، مسجد النبي، رزقنا الله وإياكم الوصول، صلى بالمسلمين ثم انتهى من صلاته فجلس المصلون يتنفلون، كل واحد زوى إلى جانب يتنفلون، فدخل سائل قد اقتضته الحاجة أن يمد يد العون وطلب المساعدة، يتكفف الناس، يتسول: أعطونا مما أعطاكم الله، فقير محتاج.
ما في أحد تنبه إليه ولا اهتم به، بينما هو على هذه الحالة وإذا برجل قد أخذ زاوية من زوايا المسجد وصف قدميه للعبادة يصلي حتى صار في ركوعه، في حالة الركوع، فأشار إليه بيده، فجاء هذا السائل فرفع هذا الرجل إصبعه التي فيها خاتم، إشارة أنك خذ هذا الخاتم واقض به حاجتك. بالفعل هذا الرجل السائل انتزع الخاتم من يد هذا الراكع ثم خرج بهذا الخاتم. انتهى من الصلاة سلم، وإذا بجبرائيل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله: يا محمد، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: يا محمد، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فكبر النبي صلى الله عليه وآله فرحا مسرورا، واحتضن أمير المؤمنين، واحتضنه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فنزلت هذه الآية حتى توثق هذه المنقبة لأمير المؤمنين. هذا متى صار؟ هذا في مثل هذه الليلة أو في غداة غد. الحادثة الثانية وهي حادثة المباهلة. أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الأمصار يدعوهم إلى الإسلام. هذه وظيفة النبي صلى الله عليه وآله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. مسؤولية النبي أن ينشر هذا الدين، لا سيما أنه خاتم الأنبياء. فأرسل الرسل والكتب والمكاتيب إلى الأمصار، أرسل كتابا إلى فارس، إلى كسرى فارس، وصل الكتاب إلى هذا الرجل صاحب إمبراطورية الفرسية، فض الكتاب، قرأه، وإذا فيه النبي صلى الله عليه وآله يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله رسول الله إلى عظيم الفرس كسرى. أما بعد، إذا وصلك كتابي هذا فأسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، وإن لم تفعل فعليك إثمك وإثم الفرس. والسلام. اختصار، فكرة مقتضبة، دين فيه سعادة للبشرية. هذا الرجل أخذ الكتاب، تفل فيه، مزقه، وضعه تحت أقدامه ودعكه برجله، ثم قال لرسول النبي صلى الله عليه وآله: قال: لولا أنه معيب أن يقتل المبعوثون والرسل. أنت جاي رسول مندوب، مالك شغل بالموضوع، عبد مأمور. لولا أنه معيب أن يقتل لقتلتك. عشان أقتلك شنو؟ أنت جاي تدعوني إلى دين جديد؟ جاي تدعوني إلى ديانة تختلف عن الديانة التي نحن عليها، ديانة الزردشت، عبادة النار؟ ما يصير، ما نقبل بهذا الكلام. قال له مبعوث النبي صلى الله عليه وآله: زين، شنو الرسالة التي أرجع بها إلى رسول الله؟ قال: هنيئة. فأمر أحد جماعته، قال: آتني بوقر واملأه بالتراب، جيب لنا زبيل وترسه من التراب والرميل وأسلمه إلى هذا الرجل. جاب وقر مملوء بالتراب، سلم إلى مبعوث النبي. قال: ما هذا؟ قال: هذا جوابي إلى نبيك، روح ولا ترجع، وإذا شفتك مرة ثانية قتلناك. لف. طلع هذا مسكين فقير يكفكف دموعه وخايف على نفسه، يا الله تخلص من فارس، ورجع إلى المدينة بعد مسافة طويلة وعثاء سفر وسوء منقلب، مو جاي بخبر حلو. أوصل هذا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وآله. ها بشر، ماذا صنع؟ قال: تفضل يا رسول الله، هذا الجواب. قال: ما هذا الجواب؟ قال: يا رسول الله، إن الرجل دعوته إلى الدين وسلمت كتابك فتفل فيه ومزقه. فقال النبي: مزق كتابي؟ قال: نعم. قال: مزق الله ملكه. يوم بيتمزق ملك هذا الرجل الطاغية، وبالفعل مزق ملكه.
مزق كتابي مزق الله ملكه. ثم ماذا؟ قال يا رسول الله أعطاني هذا الوقر، أعطاني هالزبيل فيه رمل. النبي صار يحركه بأصابعه، قال بشرك الله بالخير. خوش خبر هذا. قال له سيدي يا رسول الله أقول لك عاطني رمل، قل يا بشرك الله بالخير على شنو؟ قال أو ما تعلم أن هذا علامة أن الإسلام سيصل إلى دياره؟ هذا الرمل يدل على أن الإسلام راح يصل إلى دياره وينتشر في بلاده رغم أنفه، وبالفعل ما هي إلا مدة وإذا بالإسلام يتسرب ويستشري إلى أن يصل إلى فارس، بل أكثر من هذا، أرض فارس تحتضن بضعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الإمام الرضا سلام الله عليه. هذا كتاب. كتاب آخر أرسله إلى أهل البحرين المنذر بن الساوي التميمي، فدخل في الإسلام طواعا وأسلم من كان معه. والبحرين مو هذه المنطقة اللي تشوفها أنت الآن كم جزيرة متلاصقة، لا، وإنما إقليم البحرين يمتد من البصرة شمالا إلى عمان جنوبا، يعني يشمل هجر ويشمل الإحساء، هذه كلها المنطقة منطقة البحرين كان يسودها ويقودها ويتزعمها هذا الرجل المنذر بن ساوي التميمي. أرسل إليه الحضرمي أبو العلاء الحضرمي، ووصل هذا الرجل قدم الكتاب فأسلم طواعا، ودخل أهل البحرين في الإسلام طواعا، الحمد لله على ذلك آبائنا وأجدادنا. أرسل كتابا رسول الله إلى قيصر الروم وإلى أقباط مصر وإلى أماكن أخرى. كتاب الذي أرسله إلى قيصر الروم، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله رسول الله إلى قيصر عظيم الروم، أما بعد إذا وصلك كتابي هذا فأسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، وإن لم تفعل فعليك إثمك وإثم الروم. هذا الرجل أرسل إلى النبي صلى الله عليه وآله كتابا، قال أما بعد إنك تطالبني بدين وأنا رجل دنيا، شغلوا يا التجارة، شغلوا يا أملاك، شغلوا يا فلوس، جوانب لا علاقة لها بالدين، وإحنا ديننا دين النصرانية ونعتمد الدين من نجران، شغلنا ويا نجران، علماءنا كلهم هناك، الأسقف والحاخامات والأحبار والرهبان كلهم هناك، فإذا كان عندك شيء بخصوص الدين تواصل ويا أولئك. وبالفعل أرسل النبي صلى الله عليه وآله كتابا إلى نصارى نجران فيه دعوة إلى الإسلام. اجتمع هناك علماء النصارى، اتفقوا أن يختاروا مجموعة عددها 10 أو أقل أو أكثر، فيذهبوا زيارة خاصة إلى المدينة المنورة حتى يطلعوا على الأمر، يشوفون شنو القضية. جاءوا وفد، قبل ذلك أرسلوا إلى النبي، نحن نقدم ونجلس عندك ونحاورك، نتفاوض وياك ونشوف إذا كان دينك دين صحيح دخلنا في دينك، وإلا فلا، بس لازم نناقشك. النبي رحب بمقدمهم، جاء الوفد، النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفرد إليهم مكان يأكلوا يشربوا يناموا يرتاحوا يؤدوا كل طقوسهم التي قد اعتادوا عليها، حتى أنهم جاءوا معهم بناقوس فصاروا يقرعوه عند مسجد النبي صلى الله عليه وآله. بعض المسلمين شوي اضطرب، قال يا رسول الله أزعجونا بهالطقوس الموجودة عندهم، شنو هذا الكلام؟ غير مقبول، مرفوض، كذا، ما نطردهم؟ النبي صلى الله عليه وآله قال دعوهم، خلي يمارسون دينهم، هذا ما لهم علاقة بدينكم، أنتم تجبرونهم يعني غصب؟ لا. فصاروا يعبدون الله على طريقتهم، وكلهم كبارية وعلماء، هذا مو ناس من عوام النصارى. إلى أن جلسوا ثلاثة أيام في ضيافة النبي صلى الله عليه وآله، أفخم الخدمات تقدم إليهم، مندوبين هذا الكبار. اليوم الثالث هيئوا أنفسهم، تجملوا، لبسوا أفضل وأفخر الملابس، ثم جاءوا إلى الدخول إلى رسول الله أو على رسول الله صلى الله عليه وآله. من واقف عند الباب؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه، رجل المواقف، واقف عند الباب، أرادوا الدخول
دفعهم أمير المؤمنين بيده في صدورهم. ارجعوا إلى الخلف، صاير لماذا لا ندخل على محمد؟ احنا جايين إلى محمد. فقال لهم إن رسول الله صلى الله عليه وآله يكره هذا الثياب الذي عليكم، هاي هالملابس اللي لابسينها ما هي مقبولة عند رسول الله، روحوا بدلوا ملابسكم وتعالوا. فذهبوا غيروا ملابسهم، مش لابسين، لابسين حرير وملابسين ذهب، شاكين الذهب في أعناقهم في أيديهم في أصابعهم خلاخل في رجائلهم، ويحملون صلبان كبيرة من الذهب وجايين يدخلون على النبي بهالهيئة هذه. منعهم أمير المؤمنين، ذهبوا غيروا ملابسهم ثم جاءوا ودخلوا على النبي صلى الله عليه وآله. دخلوا على رسول الله، صاروا يحاورونه أسئلة من هنا ومن هناك إلى أن وصلوا إلى هذا السؤال: ما تقول في عيسى بن مريم؟ ماذا تقول في عيسى بن مريم؟ قال: هو نبي من أنبياء الله، وهو من أولي العزم، ورسول قد أنزل الله عليه الإنجيل. قالوا: لكنه كان يبرئ الأكمه و يحيي الموتى، يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى. قال لهم: إنما ذلك بإذن الله. قالوا: بل هو ثالث ثلاثة وهو ابن الله. قال لهم: الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فانبرى واحد منهم لغوي لسان طويل، قال: يا محمد إنك كذاب. النبي صلى الله عليه وآله أزعجته هذه الكلمة، قام على قدميه ينفض ثوبه. نزل جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: يا محمد، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام، ويقول لك: فإن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، انت تتكلم بكلام عقلائي منطقي، وهذا لين ما يفيد وياهم لا منطق ولا اسلوب عقلائي، ما يفيد وياهم الا اسلوب المباهلة يعني الملاعنة، اتخذ وياهم هذا الاسلوب. بعض الناس اسلوب منطق وعقل ومفهوم ما يمشي وياه. فإن حاجوك فيه أي في عيسى من بعد ما جاءك من العلم، فقل: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. النبي صلى الله عليه وآله اقترح عليهم المباهلة فقبلوا بها، قالوا: نباهلك. مباهلة شنو؟ يجتمع في صعيد واحد ثم يتلاعن كل طرف، يعني يدعو على الآخر بنزول العذاب وطرد الرحمة من عنده. فالذي تنزل عليه اللعنة ويحرم من رحمة الله يدل ذلك على كذبه، فينتصر الطرف الآخر. المباهل هو المنتصر، والمباهل هو الذي يهزم، يكون على باطل. قبلوا بذلك. النبي صلى الله عليه وآله اتفق على اليوم وعلى الوقت وعلى الساعة وعلى المكان، ثم خرجوا منصرفين، راحوا نجران، مسافة قريبة، ذهبوا إلى نجران، أخبروا جماعتهم، اتفقوا فيما بينهم أن يخرجوا وفد متكامل مكون من النساء والرجال والأطفال وعلمائهم أيضا، كلهم يذهبوا إلى مباهلة النبي. أما رسول الله فالتفت إلى بلال، قال له: بلال، اذهب وصح في أنحاء المدينة، قل: من أراد أن ينظر إلى عز الإسلام وذل النصرانية فليأتي إلى المكان الفلاني للمباهلة. وطلع بلال يفتر من مكان إلى مكان يدعو الناس إلى الحضور للمباهلة. صار الوقت المتفق عليه، اجتمعوا، جاء الأحبار والرهبان بطريقة حلوة مرتبة دبلوماسية، كبارهم أعيانهم يتقدمون الوفد، من خلفهم الرجال، من خلفهم النساء والأطفال، وفد متكامل. زين، المسلمون ينتظرون النبي يخرج. بماذا يخرج؟
النبي ما سوى تنسيق ولا اجتماع طارئ ولا اجتماع استثنائي ولا قال شلون آلية العمل راح تكون ولا بيّن لهم ما هي الألفاظ التي سيتلفظ بها اطلاقا. كل شغل داخل في داخل على مستوى أسرته، ما قال لأحد شيء. الناس ينتظرون كيف النبي صلى الله عليه وآله راح يتصرف في هذا الموقف، بينما هم في حيرتهم وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله قد خرج بأبيه وأمي ومن خلفه ابنته فاطمة ومن خلفها أمير المؤمنين، وقد حمل رسول الله على عاتقه الأيمن ولده الحسين ومسك بيده اليسرى ولده الحسن، خمسة أشخاص خمسة أشباح ما يزيدون فرد ولا يقلون فرد، يمثلون كافة الطبقات المتفق عليها: طبقة النفس رجال أمير المؤمنين، طبقة النساء فاطمة، طبقة الأبناء والأطفال الحسن والحسين، حتى تقدموا جميعا. يقترب الأحبار والرهبان ومن خلفهم النصارى، ويقترب النبي صلى الله عليه وآله ومن خلفه الزهراء وأمير المؤمنين، ويمسك بالحسن والحسين، واحد على عاتقه والثاني يمشي بيد رسول الله صلى الله عليه وآله. كبير الأسقف، كبير النصارى، الشخصية الكبرى في عالم النصارى، قال أنا عندي دلائل، هذه الدلائل راح تبين إذا كنا إحنا على حق أو على باطل. قيل وماذا؟ قال الآن تشوفون. أول شيء قال لهم هذه علامة نبي. شو سوى رسول الله صلى الله عليه وآله؟ جثى على الأرض، ما قعد، ما تربع نفس قعدتي الآن، ما مدد رجايله، لا، وإنما جثى. شلون جثى؟ شايف صلاة المسبوق؟ إذا واحد فايتت لنا ركعة زين، وحكمه هو أن يقف والإمام قاعد يشهد، شو يسوي؟ يتجافى، غير يعني على اصطلاحنا نوع المتوكل، لا هو واقف ولا هو قاعد، جثى. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وآله، جثى على الأرض، فجثت الزهراء وجثى أمير المؤمنين وأنزل الحسين وجثى الحسن والحسين بركبتيهما الصغيرتين. فالتفت هذا الأسقف قال هذه علامة نبي. الأنبياء هكذا إذا أرادوا أن يباهلوا. ثم قام رسول الله ورفع عمامته ووضعها على الأرض، الحسن وضع عمامته على الأرض، الزهراء حركت خمارها على هيئة الاستنام بسنة النبي، أمير المؤمنين خلع عمامته وضعها على الأرض. في هذه اللحظة وإذا بالأسقف يرفع يده مستسلما، قال بس يا محمد ما راح نباهل. صار ما الذي حدا مما بدا؟ أنت مو مصر ومشدد على مسألة المباهلة؟ ما الذي حدث؟ التفت هذا الأسقف إلى جماعته وصاروا يتراجعون القهقرة، يعني يرجع إلى الخلف. ريوس زين، أنت تعرف متداكين في بعضهم البعض، كل ما مشى في الخلف داس في ثياب اللي وراء، هذاك بعد كذلك يطأ في أذياله الذي من خلفه، فصاروا يتساقطون، اللي ما يقدر يصطلب في وقفته صاروا يتساقطون، هذا يمين ذاك شمال، هذا على وجه هذا، وهو يقول إلى أصحابه لا تباهلوا محمد. صاير ما الخطب؟ قال لقد خرج محمد بأناس لو دعوا الله أن يزيل الجبال من أماكنها لأزالها كرامة لوجوههم. بس خلاص يا محمد ما راح نباهل، ما تباهلون؟ قالوا لا نباهل. فاختلفوا إلى قسمين، قسم دخل في الإسلام وقسم آخر قبل بأن يدفع الجزية، فصارت هذه الحادثة من حوادث الإسلام المهمة التي رصدها القرآن الكريم، ذكرى مباهلة النبي لنصارى. أي القضية الثانية. القضية الثالثة أيها الأحبة قضية إطعام الطعام. مرض الحسنان، مرض الحمى، يعني سخونة مرتفعة، فنذر رسول الله صلى الله عليه وآله إن عوفي الحسنان فإنه يصوم لله قربى ثلاثة أيام متتالية.
وبالفعل عوفي الحسنان، وإتبين أن أمير المؤمنين أيضا نذر نفس النذر، الزهراء كذلك، الحسن والحسين كذلك نذروا، ووحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وآله أيضا هي الأخرى نذرت. النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجب الآن يوفي بهذا النذر، بعد دام نادر لازم يوفي بالنذر، وعوفي الحسنان، وبالفعل صاموا 3 أيام باقتراض مبلغ من المال وشراء دقيق طحين وصناعة أخباز. الزهراء هي التي كانت تخبز ذلك الخبز. 3 أيام كل واحد من أفراد الأسرة إله رغيف واحد، إلى قرص واحد، لكن اللطيفة هالثلاث الأيام ولا واحد منهم أكل من هذا الرغيف. كل يوم عند الإفطار يأتي إنسان ويطرق الباب يريد قضاء حاجته، وإذا بأهل البيت سلام الله عليهم يقدموا إليه ما عندهم، يقدمون بسخاء، بجود، بعطاء، بإشباع، من دون حاجة أن يطرق باب ثاني، خلاص بعد يعطونه عطاء سمين كبير 3 أيام. فنزلت هذه الآية الشريفة: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. نزلت هذه الآيات من سورة الإنسان، سورة الدهر، تنعت هذه الصفة التي اتصف بها أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. هي 3 حوادث تزاحمت في هاتين الليلتين، الليلة والليلة القادمة، وكلها مناسبات ترتبط بأهل البيت. هذه النقطة الأولى في الكلام. النقطة الثانية على نحو الاختصار: ما هي أبرز الآثار والمردودات المترتبة من هذه الأحداث؟ هناك أيها الأحبة عدة أمور ينبغي أن يتنبه إليها الإنسان في هذه الحوادث الثلاث أو المناقب الثلاث. أول نقطة: أن يؤصل عقيدته بأهل البيت سلام الله عليهم، يعني جنب عقائدية. أهل البيت عندما ترصد فضائلهم في القرآن الكريم ليس هذا من باب التسلي بذكر هذه القصص، لا، وإنما يترتب عليها تأصيل عقيدة. لذلك الآية الشريفة التي بدأت بها في قضية التصدق بالخاتم هي منقبة إلى أمير المؤمنين وفضيلة من فضائل علي سلام الله عليه، بس استعرضها القرآن استعراض عقائدي. يعني ما قال والله من المؤمنين إنسان قدم وضحى وجعل عبادتين في وقت واحد، هو يصلي ويتصدق في نفس الوقت وهي منقبة إليه، لا ما ذكرها بهالطريقة، ذكرها بطريقة فيها تأصيل عقيدة، يعني كشف جنب عقائدية. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إنما أداة حاصر، وليكم الولاية، الولاية أرقى درجات العصمة. يعني شنو أرقى درجات العصمة؟ الأنبياء والرسل أيها الأحبة مستوياتهم مختلفة ومتفاوتة. أفضل مستوى مستوى الولاية العامة، هذا أفضل مستوى، وهذا ما يحصل عليه أي نبي وأي رسول. مراحل النبوة أيها الأحبة يقسمها علماء العقيدة إلى 3 مراحل. مرحلة الأولى مرحلة تلقي الوحي، هذا يسمونه نبي، أي أيهم يتلقى وحيا من السماء يسمى نبيا، هذا نبوة، تلقي الوحي من السماء، تمام؟ ثم تترقى هذه الدرجة إلى درجة التبليغ، مسؤولية التبليغ تسمى الرسالة. لذلك عندنا ليس كل نبي رسول، لكن كل رسول نبي، بينهما بين اللفظين خصوص وعموم من وجه.
يعني هو نبي لكن مو بالضرورة رسول. هو رسول بالضرورة يكون نبي لأنها مرحلة متقدمة على النبوة، مرحلة الإبلاغ. أنبياء بعثهم الله إلى البشرية 124,000 نبي، بس مو كلهم مسؤولون عن تبليغ الناس، بعضهم أنبياء على مستوى ضيق جدا، على مستوى نفسه وعلى مستوى أسرته مثلا. أما ذاك المسؤول عن التبليغ وتبليغ الشريحة الاجتماعية في المجتمع كله، هذا لا، تعدى مرحلة النبوة، وصل إلى درجة الرسالة. إذن هذه مرحلة ثانية. المرحلة الثالثة وهي أهم المراحل ومو الكل حصل عليها، هي مرحلة الولاية العامة. هذه الولاية العامة التي يعبر عنها القرآن الكريم بقوله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني لرسول الله صلى الله عليه وآله ولاية على الناس، بحيث لو تعارض قراري مع قرار رسول الله أقدم قرار النبي على قراري. وبالفعل جاء جماعة إلى النبي في واحدة من غزواته، قالوا يا رسول الله احنا ودنا نشارك وياك في المعركة، بس يا رسول الله في الحقيقة احنا نسوان، عندنا جهال، عندنا أولاد وأسرة، ما نقدر نروح وما نستأذن. احنا بنستأذن نسواننا أول زين، ومنستأذن بعد أهلنا، وهذاك يقول أمي، هذا يقول أبويا، ها، وبنشوف شو يقولون. إذا قبلوا طلعنا وياك في المعركة، وإلا بعد سامحنا، رخصنا يا رسول الله. فنزلت هذه الآية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، تسترخص من مرتك. النبي إلى ولاية عليك. إذن مرحلة الولاية العامة وهي أرقى درجات النبوة. أمير المؤمنين في هذه الآية لا يدل على أنه نبي، ولا يدل على أنه رسول، لكنه يدل على أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. لذلك من الفهم المغلوط عند بعض الناس عندما يفهم هذا الحديث بهالطريقة، النبي يخاطب علي يقول له يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، يقول هذا دليل على أن علي ما كان نبي، إذن درجته أقل من درجة النبي. لا، مو هالشكل، الفهم خطأ. إلا أنه لا نبي بعدي، يعني يا علي ما في بعدي نبي، بس مو معناته إن أنت مستواك أقل من مستوى النبي، لا، أنت مستواك أعلى من مستوى النبي، بس ما أنت نبي، أنت تخطيت مرحلة درجة النبي ودرجة الرسول، أنت في درجة نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم كيف؟ إلا أنه لا نبي بعدي، أمير المؤمنين ما هو نبي، لكن درجة أعلى من درجة النبي، يعني الأنبياء بشكل عام باستثناء النبي صلى الله عليه وآله، باستثناء رسول الله. إذن هذه القضايا، هذه الحوادث التي رصدها القرآن الكريم إلينا في هالليلتين، الليلة والليلة القادمة، فيها جنب عقائدية، تأصيل عقيدتك بأئمتك سلام الله عليهم. لذلك شوف استعراض الحادثة بطريقة فيها هدف عقائدي، هذا الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، الفائدة الأخلاقية أيها الأحبة، هناك فائدة أخلاقية نكتشفها في وين؟ نكتشفها في قضية إطعام الطعام. أهل البيت لا يتصفوا بالكرم ولا يتصفوا بالجود ولا يتصفوا بالسخاء ولا يتصفوا بالبذل، يتصفوا بالإحسان. شو الفرق بين هذا وذاك؟ هذه قيم أخلاقية احنا نقولها مع بعضها البعض، إذا قيلت منفردة أعطت نفس المعنى، لكن إذا قيلت في سياق واحد دلت كل كلمة على معنى مستقل عن الآخر. يعني مرة تقول أنت كرم وتسكت، الكرم يمكن يستفيد منه فلان الجود، فلان يستفيد منه السخاء، فلان يستفيد منه البذل، لكن عندما تقول الكرم والسخاء والجود والبذل كل كلمة تعطي معنى غير عن المعنى الثاني. أهل البيت مو كرماء، مو أسخياء، مو جوادين، لا، بل هم محسنين، والله يحب المحسنين، يتصفوا بصفة الإحسان. زين، صفة الإحسان يعني غير الكرم، إيه غير الكرم، غير الجود، إيه غير الجود، غير السخاء، إيه غير السخاء، شنو الكرم والعطاء والبذل والجود؟ هذا يعني أن تعطي تجود بما عندك.
الإحسان يعبر عنه عند علماء الأخلاق بهالتعبير، يوصف بهالصفة هذه. الإحسان هو إعطاء ما فوق الحق. يعني شنو إعطاء فوق الحق؟ يعني إنسان فقير جاء طرق الباب وعطيته دينار، زين، هذا مو بالضرورة إعطاء فوق الحق، هذا قضيت حاجة مؤمن. حقوق شرعية يطالبك الله بها فأديت هذه الحقوق، هذا مو إحسان، لأن أنت قاعد تأدي تكليف شرعي، زين. أعطيت إنسان حاجة بس هالحاجة ما أغنت عن بقية الناس. يا جماعة عندنا واحد مريض ومحتاج إلى مساعدة إلى علاج، أنا طلع دينار وعطيته، هذا الدينار ما يكفي حق العلاج، يحتاج بعد دينار منك ومن غيرك حتى يا الله يطلع مبلغ العلاج، هذا ما يسمى إحسان. الإحسان هو إعطاء ما فوق الحق. الإمام الصادق يقول هكذا: أن تعطي أباك مع استغنائك مع استغنائه عنك. أنت مرة تعطي أبوك وأبوك محتاج فيعتبر من عيالك، طالع متقاعد ويمكن ما عنده تقاعد، زين، وأنت الكبير في البيت وعندك راتب فتعينه وتساعده، هذا يعتبر فقها من عيالك ويجب عليك إعالة أبيك. لكن إذا كان الأب أغنى مني، أبويا وأغنى مني، خير عنده ونعمة، عنده تقاعد وعنده أملاك وعنده خيرات وعقارات ويشتغل في السوق وتجارة وهو أغنى مني، يقولون الفقهاء لا يجب علي أن أعطيه مساعدة، ما يجب علي. لكن لو جيت وقلت يا أبا أنا راح أساعدك وأعينك، بساهم في البيت بشي بسيط، على الأقل الرز بسلم قيمته، بدفع فواتير الكهرباء، أبي لا يجب علي أن أنفق عليه لأنه أغنى مني، لكن أنا أعطيته فوق الحق. مو من حق أبوي يطالبني، مو من حق أبي يطالبني لأنه مو معوز، مو من العيال، أنا بادرت قلت بعطيه، هذا يسمى إحسان، إعطاء فوق الحق يعبر عنه بالإحسان. أهل البيت في قضية إطعام الطعام ما كانوا يضربون مثال للكرم والجود، لا، كانوا يضربون مثال للإحسان، يعطون فوق الحق. شلون تكتشف هذا هذه القيمة في قضية إطعام الطعام؟ في مسألة تقديم الأرغفة. اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث ما كانوا يعطون رغيف واحد، كانوا يعطون خمسة أرغفة. خمسة أرغفة هذا مو بس الحق، هذا فوق الحق، لأن هذا بشبع رغيف واحد، صحيح بشبع رغيفين، لكن أعطوه بما فوق الحق، بما فوق اللازم، أكثر من اللي هو محتاج منه، هذا يعبر عنه الإحسان. يمكن تقول أسير هذا كبير يمكن يحتاج خمسة أقراص، زين، يتيم يوم من الأيام دخل عليهم يتيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، اليوم الثاني دخل عليهم يتيم، يتيم من هو؟ يتيم فقهان، هو ذاك الذي دون سن البلوغ وقد فقد والده. دون سن البلوغ يعني شقد عمره؟ سبع ثمان سنوات. سبع ثمان سنوات تعطي خمسة خبز؟ خمسة خبز بيأكله كله؟ هذا قرص واحد بشبعة، قرصين بالكثير بشبعة. أهل البيت أعطوه خمسة أقراص حقه وفوق حقه، هذا يسمى إحسان. شايف الفرق بين الكرم والإحسان؟ أهل البيت يضربون إلينا في هذه الحوادث قيم أخلاقية عالية جدا، ومنها قيمة الإحسان. هذه فائدة أيضا تستفاد من قضية إحياء هذه الليالي. لا أطيل أكثر، نسأل الله جل وعلا أن يعيدنا وإياكم على هذه الليالي والأيام ونحن في حال أفضل من هذا الحال، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. هم النور، نور الله جل جلاله، هم النور، نور الله جل جلاله، هم التين والزيتون والشفع والوتر، مهابط وحي الله، خزان علمه، ميامين في أبياتهم نزل الذكر.
إذا شئت في الدارين تسعد، إذا شئت في الدارين تسعد، فأكثر من الصلاة على محمد. فلا صوم يصح ولا صلاة، فلا صوم يصح ولا صلاة لمن ترك الصلاة على محمد. وإن كانت ذنوبك ليس تحصى، وإن كانت ذنوبك ليس تحصى، تكفر بالصلاة على محمد. وعند الموت ترى أمورا، وعند الموت ترى أمورا تسرك بالصلاة على محمد. تنعاد يا حادي العيس بالله عليك تعيش، تنعاد يا حادي العيس بالله عليك تنعاد، تنعاد ترى سنين العمر بحساب، تنعاد تنعاد زيارة نريد للحضرة، تنعاد تنعاد وقبل موتي أزور أهل الحمية. والعين 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 لكم بالقلب يا أهل البيت، والعين والعين يا من حبكم ذهب أنوار، والعين والعين خدمتكم ترى عالراس، والعين والعين وهالخدمة تضل حتى المنية. تجارة 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 بحر فضلك على الدنيا، تجارة تجارة وباشر كل محب شيعي، تجارة تجارة حبك يا علي أشرف، تجارة تجارة وتطفي بالحشر نار السرية. صلاة الله على حيدر مولانا الساقي على الكوثر، صلاة الله على حيدر مولانا الساقي على الكوثر، صلاة مولانا الساقي على أمثل جثة غيرك أم جوهر، أمثل جثة غيرك أم جوهر، ورحيق رضا بك أم سكر، صلاة
مولانا قد قال لثغرك صانعه قد قال لثغرك صانعه إنا أعطيناك الكوثر صلاة مولانا والخال بخدك أم مسكن والخال بخدك أم مسكن نقطت به الورد الأحمر صلاة ساقعة يا من تبدو لي وفرته يا من تبدو لي وفرته في صبح محياه الأزهار صلاة سودت صحيفة أعمالي سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر صلاة هل يمنعني وهو الساقي هل يمنعني وهو الساقي أن أشرب من حوض الكوثر صلاة مولاه أم يطردني عن مائدة أم يطردني عن مائدة وضعت للقانع والمعتار صلاة يا من قد أنكر من آياتي يا من قد أنكر من آياتي أبي حسن ما لا ينكر صلاة إن كنت لجهلك بالأيام إن كنت لجهلك بالأيام جحدت مقام أبي شبار صلاة فاسأل بدرا واسأل أحدا فاسأل بدرا واسأل أحدا وسل الأحزاب وسل خيبر صلاة من هد حصون الشرك ومن من هد حصون الشرك ومن شاد الإسلام ومن عمار صلاة قاسوك أبا حسن بسواك قاسوك أبا حسن بسواك وهل بالطود يقاس الذار صلاة الناس أووك بنواو الناس أووك بمن أو وهل ساوون عليكم بارس من غيرك يدعى للحرب من غيرك يدعى للحرب وللمحراب وللمنبر صلاة آيات جلالك لا تحصى آيات جلالك لا تحصى وصفات كمالك لا تحصى صلاة ف
فاقبل يا كعبة أمالي، فاقبل يا كعبة أمالي، من هدي مديحي ما استيسار. صلاة صلاة الله على حيدار مولانا الساقي على الكوثر، أفضل الصلاة محمد وآله. علي الحسن والحسين زين العابدين، محمد وآل محمد، صلي وسلم عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اشف كل مريض، اللهم فك كل أسير، اللهم ارد كل غريب، اللهم اقض حاجة كل محتاج، لا سيما من سألنا الدعاء. اللهم اقض حوائجهم ويسر أمورهم واشف مرضاهم بشفائك. اللهم بلغنا شهر محرم الحرام في صحة وعافية وأمن وأمان. اللهم وفقنا لإحياء شعائر أبي عبد الله الحسين. اللهم تقبل منا أعمالنا. إلى أرواح موتانا، موتاكم من مات على الإيمان، من مضى من هذا الجمع، إلى روح المرحوم السيد إبراهيم السيد شبر، وإلى روح المرحومة أم السيد حميد، وأمواتنا وأمواتكم، رحم الله من أهدى لهم جميعا ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.